كنا كنشتغلوا بصمت باش نخرجوا هذا البرنامج ديال الدعم المباشر الاجتماعي عامين، وحنا كنشتغلوا لانه ساهل في اخر المطاف انه كاين واحد التونسفير غادي يوصل للمواطن، ولكن شكون هو هذا المواطن ومنين غادي يجي وكيفاش غادي يتقيد وفين غادي يجي وكيفاش غنصيفط ليه وشنو هما، هذا بروسيس كبير اللي اشتغلنا عليه يعني هاد السنتين. وسيدنا بلي عطى في الاجنده الملكيه بانه خصو يتعمل قبل اخر السنه، إبان اخر السنه اخر هاد الشهر ان شاء الله الناس الاولين اللي تقيدوا اللي دازوا في البلاتفورم واللي هما كونفورم غادي توصلوا بالمبالغ ديالهم ديال الدعم الاجتماعي، وهذا غير شيء جد ايجابي، وهذه غير الثوره الاجتماعيه اللي قام بها صاحب جلاله.